مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة بتصير كل سنة يوم 11/11، بتلاقي كتير كنديين لابسين هاي الوردة اللي هو Remembrance Day او يوم الذكرى او يوم الهدنة. خليكم معايا اورجيكم شو هو يوم الهدنة. تحيي كندا وعديد من دول الكومنولث كل عام في اليوم 11 من الشهر 11 في الساعة 11 صباحا ذكرى يوم الذكرى أو المعروف باسم يوم الهدنة أو Remembrance Day. تذكروا في اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى، اللي هو لأنه هذا التاريخ انتهت فيه الحرب العالمية الأولى. فرنسا بيسموه لا جور دو سوفونير اللي هو ذكرى يوم الذكرى. في الولايات المتحدة يعرف بيوم قدامى المحاربين أو فيترنز داي. في نهاية الحرب العالمية الأولى يتذكر أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم من أداء واجبهم في حماية بلدهم، ويمثل هذا التاريخ والوقت توقف جيوش القتال في الحرب العالمية الأولى سنة 1918 يوم 11 نوفمبر. ويقف الكنديين دقيقتي صمت كل يوم 11 نوفمبر الساعة 11 على أرواح هذول القتلى. توفي حوالي 100,000 جندي كندي في الحربين العالمية الأولى والثانية. كندا ساعدت هولندا كثير في الحرب العالمية، وبالتالي سنوياً بتبعت بصيلات زهرة التوليب لكندا عشان كهدية من الشعب الهولندي للشعب الكندي. هون عم بزرعوا هذه البصيلات. في كندا يوم الذكرى يعتبر عطلة وطنية رسمية، ما عدا في مقاطعة أنتاريو نيوفاونلاند الأقاليم الشمالية الغربية وكيبيك. جميع المباني الحكومية ترفع العلم الكندي في هذا اليوم، والناس تتذكر ذلك الذين قاتلوا من أجل كندا زي ما حكينا خلال دقيقتي صمت الساعة 11. كثير من الناس ترتدي زهرة الخشخاش الحمراء هاي قبل يوم الذكرى لإظهار احترامهم والدعم للقوات الكندية، وأصبحت هاي الزهرة إشارة مألوفة في يوم الذكرى بسبب قصيدة لشاعر كندي في حقول فلاندرز، وهذه الزهرة الحمراء نبتت هناك وتمثل رمزاً لتمثيل الدماء التي سالت في الحربين العالمية الأولى والثانية. تقام هذه المناسبة كل سنة، يقام فيها مراسيم لإحياء يوم الذكرى على امتداد كندا في جميع أماكنها، وأكثرها وأهمها بحسب المشاركة الشعبية والرسمية هي المراسم التي تقام عند النصب التذكاري للحرب في مدينة أوتوا بحضور الحاكم العام ورئيس الحكومة الكندية وكبار المسؤولين الكنديين وقدامى المحاربين. طبعا كلهم بيقدموا أكاليل من الورد زي ما نشوف. Thank you.
caught in the crossfire.